أشرف والي ولاية سيدي بالعباس سمير شيباني على تكريم الفائزين بشهادتي التعليم المتوسط وشهادتي البكالوريا لدورة جوان 2024، حيث نظمت بجامعة الجلال اليابس وبحضور السلطات المحلية والعسكرية للولاية، وكذا جمعيات أولياء التلاميذ وكل الطاقم الإداري والتربوي لمؤسسات الولاية. 30 تلميذ بتقدير ممتاز بمعدل يفوق 18/20، فتحية قوية لأبنائنا. وسعادة تغمرني وفرصة طيبة أن أكون بينكم وأحضر معكم هذه المناسبة السعيدة لاختتام السنة الدراسية 2023-2024 لنكرم جميعا ونشجع أبناءنا بناتنا وأبناءنا النجباء الفائزون الذين افتكوا المراتب الأولى عند جدارة واستحقاق وامتياز في امتحانات نهاية السنة، ونشارك أسرهم وأولياءهم وأسر التربية بصفة عامة والتعليم وأولياء التلاميذ فرحتهم بهذا النجاح الميمون. بهذه المناسبة الكريمة يسعدني بالغ السعادة أن أرحب بكم جميعا ونتقدم لكم بأحر التهاني لبناتنا وأبنائنا الذين تكللت مساعيهم بالنجاح والتفوق بفضل ما بذلوه من جهود مضنية وما بذله الأساتذة والمؤطرون والمشرفون على قطاع التربية من قريب ومن بعيد من سهر وعناية وجدية. فليتقبل السادة الأساتذة والمؤطرون منا وعن الأولياء والأسر جزيل الشكر وجزيل العرفان. المتوسط تحصلت ولايتنا على نتائج جد مشرفة في امتحان شهادة التعليم المتوسط في دورة هذه السنة، حيث بلغت نسبة الانتقال للسنة الأولى ثانوي 80.74%، واحتلت بذلك أعلى المراتب وطنيا، حيث تميزت التقديرات بهذه الشهادات كالآتي: 86 تلميذ، تبارك الله، 86 تلميذ بتقدير ممتاز، 7 تلاميذ تحصلوا على معدل أكثر من 19/20، تصفيق حرة.